مشاهدينا، كم من مرة ترتفع حرارة أطفالنا فلا ندري ما السبب، ومتى علينا استشارة الطبيب أو إعطاء الطفل مخفضات الحرارة؟ نطرح هذا السؤال وغيره طبعا على الدكتور وسيم بيطار، اختصاصي في طب الأطفال، في فقرة صحتك. صباح النور. صباح النور. قبل ما نتكلم عن ارتفاع درجة الحرارة، خلينا نعرف ما هي درجة الحرارة الصحيحة أو الطبيعية عند الأطفال؟ أكيد كل طفل عنده حرارة بتختلف عن طفل آخر، إنما المعدل العام للحرارة الطبيعية عند الأطفال هي بين 36.2 و37.6، هالقد الأرقام دقيقة. So, كل أهل لازم يلاحظوا أنه لازم طفلهم يكون بين هالرقمين. أي حرارة بتختلف عن هالاثنين هي حرارة غير طبيعية، إن كانت مرتفعة أو منخفضة. طب أنت بنعتبر أنه هالطفل محرور؟ أوكي. الحرارة بناخدها عادة بكذا طريقة، فينا من الفم، فينا من تحت القبط، أو من باب البدن. الأدق أو الحرارة الدقيقة 100% هي الحرارة اللي بتاخدوها من باب البدن أو من المخرج عند الطفل. هيدي الحرارة بالميزان قدي الرقم بيطلع هي الحرارة تبع طفلكم. إذا أخذتوها من باب البدن لازم تكون فوق 38.5 أو 38.5. إنما إذا أخذتوها من تحت القبط أو من التم لازم تكون 38. ليش؟ لأنه هيدي حرارة غير صحيحة 100% أو غير دقيقة 100%، عادة منضيف عليها نص. يعني إذا طلعت 38 من الفم يعني ابنكم حرارته 38.5. هيدي شغلة لازم دايما ننوه لها ونعرف أنه نسوق لها عادة، لأنه الأهل وقت بياخذوا الحرارة من الجبين أو تحت القبط بيطلع 38 بيقولوا بعد ما انحر، هو لا، 38 من الجبين أو من تحت القبط هي حرارة. مع أنه في أجهزة صارت حديثة هلأ يعني بتاخد من الجبين، حتى الأجهزة الحديثة والإلكترونية منا دقيقة 100% من الجبين وتحت البط، فيك تستعملي هذا الجهاز نفسه الإلكتروني من باب البدن بيكون دقيق 100%. نعم. طب دكتور، يعني إحنا كأمهات، أنا أم وهبة أم، يعني كثير بنتساهل مع موضوع حرارة الأطفال، إنه موضوع عادي، إنه لا سخن شوية بس شوية حينام حيرتاح وحيبقى كويس. قد إيه ممكن يكون خطر؟ يعني وين بياخدنا درجة الحرارة لو ارتفعت كثير؟ أنا أول شيء كثير مبسط إنه معكم، لأنه اتنيناتكم أمهات واتنيناتكم عم تسألوا سؤالات مش كمقدمات برامج، كأم صحيح. يعني رح تسألوا كل يعني تساؤلات الأهل اللي هلأ عم يحضرونا، أنتوا هلأ عم تنقلوها. الحرارة بتشغل البال، بس هي الحرارة بالفعل هي ردة فعل طبيعية من الجسم لأي شيء غريب بيدخل على الجسم، مش بس المرض. إذا فات مسمار بإيدك، جسمك بيتفاعل بيعمل التهاب، والالتهاب بيسبب رد فعل من الجسم اللي هي الحرارة. ليش بيصير في حرارة؟ لحتى الدم يركض بسرعة، يصير يمشي بسرعة ليوصل ويقتل الجسم الغريب. إذا الحرارة مش مرض، الحرارة عرض جانبي لشيء تاني. صحيح. يعني لما ابني بيكون محرور هيدي ألارم أو إشارة أنه ابني بوشي، هل عنده مرض، هل عنده جسم غريب بجسمه، هل عنده ضفره فايت باللحم. سو مش كل حرارة هي مرض. سو الحرارة هي إشارة من الجسم أنه في شيء غريب عند طفلي. هلا مشان هيك نحن بنفحص الحرارة، إذا في ارتفاع بالحرارة لازم نتوجه للطبيب. هلا ايمتى بنشغل بالنا؟ اذا كان حاله طفلنا مش مرتاحه، يعني اذا طفلي ملشلش، يعني مرتخي، ما في عنده حيل، ما عم بيقدر يتحرك مثل عادته، ما بيلعب، ما بيركض مثل عاده، او اذا كان طفل رضيع ما بيبكي، ما بيصرخ، ما بيطلب الاكل مثل عادته، بهالحالات هي اول الارم انه ابني مش مرتاح. هلا طبعا طبعا تختلف التصنيفات حسب كل عمر. يعني إذا طفلك عمره بين الولادة وعمر الشهرين عمل حرارة، ما بنتظر ولا أي إشارة تانية. حرارة بين الصفر والاثنين بتوجه دغري دغري مش عند الطبيب، على المستشفى. نعم. لأنه هيدا بروتوكول نتبعه عالميا. كل طفل بينحر تحت عمر الشهرين لازم يدخل على المستشفى لإجراء الفحوصات، وأوقات دغري منبلش الأنتيبيوتيك أو المضاد الحيوي لأنه ما بننتظر العوارض التانية. نعم. إنما إذا ابنك عمره بين الشهرين والست شهور، أنا بسمح لحالي أنتظر بس 24 ساعة حتى قبل ما أتوجه عند الطبيب، لأنه بدي أنطر شوي الجسم ليبلش يتفاعل. بشرط واحد، ما يكون ابني ملشلش مرتخي ما عم بياكل أو لونه مش حلو. فإذا بين الشهرين والست شهور بسمح لحالي أنتظر 24 ساعة إذا حالي الطفل بتسمح، بعدين بتوجه عند الطبيب.
بهالحالة بدهم يعرفوا الأهل أنه بين الشهرين وست شهور في احتمال كتير كبير أنه ينطلب تحاليل، إما تحليل للبول بس، إما تحليل للبول مع تحليل للدم. فما يتفاجأوا إذا حكيمهم طلب منهم تحليل دم. بعرف كتير صعب تشوفي ابنك صحيح. وزنه 5 كيلو 6 كيلو عم نعمله تحليل دم وعم يبكي، بفهم يعني نحن منعيشها كل يوم كتير، بس في ضرورات يعني هودي بروتوكول لازم نتبعهم لمصلحة هالطفل. يعني انتو فكروا انه الطفل اذا ما عملت له تحليل الدم شو ممكن يصير فيه؟ نعم. من هون تتقبلوا دغري شو رح يصير. هلا فوق الست شهور الانتظار بيكون 48 ساعة. يعني اذا ابنك انحر عمره فوق الست شهور تنطري 48 ساعة قبل ما تتوجهي للطبيب. برجع بقول شرط يكون حالته الصحية بتسمح، يعني عم بياكل منيح، بعده لما بتنزل حرارته بيكون نشاطه منيح، بيلعب بيتضحك، يعني نعم. الشكل الطبيعي لطفلكم مثل ما انتم معودين عليه. نعم. طيب انا كان عندي سؤال بس يعني ما كنت بدي اقطعك بالحديث، موضوع انه قلت انه بتكون 38 ونص هي الحراره اللي الواحد فيه انه يعني شوي تثير القلق شوي عنده، ولكن 38 يعني انا بشوف ابني 38 شوي بنقص 100% اكيد 38. برجع بشدد اذا 38 من باب البدن هي بلش يسخن بس ما صار محرور. بهالحالة فيك تنطري عليه شوي، فيك تستني شوي عليه، لأنه هيدي بعدها ببدايات المرض، فيها تكون فلو خفيفة، رشح خفيف، يكون أي فيروس خفيف إجا عند ابنك، بس بعد ما بلش يتفاعل الجسم، بعد ما عمل هالرياكشن الكبيرة. بس برجع بشدد دايما حرارة 38 مع حالة الطفل مش منيحة، كمان ما تنطري 38 ونص. دايما انتو اول شخص عم بيشوف الطفل قبل الطبيب. يعني انتو بتحددي اذا طفلك مش عاجبك، يعني انت بتعرفي طفلك صحيح. اذا طفلك مش على طبيعته، مش انه خلص قال 38 ونص بنطر ل 38 ونص. اوقات كتير بيكون 38 بيطلع عنده مشكلة بالقلب. يعني انتو اول شخص عم يفحص ابنكم بالبيت. ما تحكموا على التليفون، لانه الطبيب على التليفون ما بيعرف، منه شايف طفلك. ابنك 38 بس كثير منيح انطري، بس ابنك 38 وحسستيه مش مرتاح دغري توجهي عند الطبيب. طب دكتور في عند يعني احنا دائما في برنامجنا بنحب نستفيد من اختصاصيين لما يكونوا معنا بانه يصلحوا لنا المعتقدات الخاطئه عندنا في البيوت. يعني احنا مش دكاتره، احنا كأمهات عندنا العديد من الإجراءات اللي بنتبعها في البيت أول ما الأطفال يتعبوا، منها ممكن يكون غلط منها ممكن يكون صح. في درجة الحرارة العالية أول حاجة بنفكر فيها أن المكمدات أو نحمي الطفل، بتتراوح الآراء ما بين لازم المية تكون باردة أو لازم تكون سخنة أو لازم تكون في درجة حرارة الجسم. ما هي نصائحك في فترة الانتظار اللي بتسبق أن احنا ناخد الطفل على الطبيب؟ 100% سؤالك كتير حلو، لأنه كمان سؤال أم. الطفل لما بيكون محرور لازم نخفض حرارته. تخفيض الحرارة بيصير إما عبر الأدوية إما عبر الطريقة اللي أنت ذكرتيها، يعني الكمادات الباردة على الجسم. أفضل أماكن لوضع الكمادات هي الجبهة، هي البطن، وهي الإجرين من المنطقة العالية. هودي المناطق بيقى في عضلة كبيرة وبنسمح لحالنا نحط عليها كمادات. كانوا من زمان يقولوا حطوا خل أو حطوا الكول، بس هلأ ما منحط غير مي باردة. أوكي، لما بعض في أشخاص بيقولوا، حتى في ناس بيشتغلوا بالمهنة بيقولوا حطوا كمادات خل أو كمادات سبيرتو الكول. ما بيفيدوا، اللي بيفيد هو كمادة مي باردة. هيدا ككمادات. الحمام كتير مهم للطفل لو حرارته 41. حمامي من شعره لجسمه بمي حرارتها أبرد بدرجة واحدة من حرارة الجسم. يعني نحن جسمنا 37 مثل ما قلنا، بتحمامي ب 36. نعم. أوكي. درجة واحدة أسقع من الجسم، خليه شوي نخفض حرارة الجسم. هيك الولد ما بيبرد، وبذات الوقت منبرد له جسمه منخفض حرارته. ونرجع ونقول انه هيدا اجراء وقائي فقط حتى ناخده للدكتور وهو يشوف اللي عنده. دكتور وسيم بيطار في الادويه. نعم. في عندك كنا حابين نسال على التحاميل يعني مثلا. التحاميل هي موضوع كثير اساسي، خلينا نذكره يمكن اذا الوقت صار ضيق. نعم. التحاميل في مفهوم كثير خاطئ. التحميل بلبنان وبكل الدول بيعتبروا انه بس لما ترتفع الحراره لل40 بنحط تحميله. مش مزبوط.
تحميلي هي مثل الباراسيتامول اللي بياخذوه بالفم، انما طريقه اعطائها سهل. يعني اذا الطفل رافض الاكل او لما بيمرض بيرفض الاكل، حتى بيرفض الباراسيتامول كمان تاثيره سريعه، يعني بتحطي تحميله خلص هين كثير، او اذا الطفل عم بيرجع عم بيستفرغ ما فيك تعطيه دواء بتمه، بتعطيه تحميله. مشان هيك كمان هون دور التحميل. شكرا جزيلا دكتور وسيم بيطار اخصائي الاطفال، شكرا لكل هذه النصائح، ونتمنى لاطفالنا كلهم الصحه والعافيه. اكيد, أكيد.